السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اسف عن تاخير الفيديوهات. حبايب قلبي، هاي بخار، هاي مساج الوجه. شوف حبايب قلبي، هاي تعليقه وربع ساعه تخلي البخار تخلي على وجهها. هسه خلي شي فوقات وجهها مده 10 دقائق وربع ساعه حسب الوجه اللي تريد تسوي. شوفوا حبايب قلبي، هسه حاليا هاي جواته مدة 10 دقائق ربع ساعة، ووراها تمسحها اللي وجهها شكل عري، تمسحها وتضرب الكريمات. شوفوا حبايب قلبي، أو بالبداية نخلي هاي حليب درجة أولى، تخليه فقط وجهها مع البخار ربع ساعة وخمس دقائق 10 دقائق ما تفر، يغسل الوجه حسب الوجه. وثانيا ورا ما يخلص هاي الخيار هم ربع ساعة. وثالثا هاي النعناع تخلي عليه وتم تقريبا ربع ساعة هيجي، وبعدين تغسل لحد ما يذيب. بس وياي وشوف. شوف حبايب قلبي، صار له تقريبا 10 دقائق في جو البخار. هسه راح نشيلها ونمسح وجهها بالخاولي، وحاول تلبس له كفوف حتى تكون سلامة اثنينكم. حبايب قلبي، حاول تلبس له كفوف. الحركة بجامل درنا شيئا بجاملة. نعم درناش. حاول جلوك هاي خاولي سفري، تمسح وجهها، حاول تقرب المساج بخار. يعرف ايش ما فيش. شوف حبايب قلبي، زي ما هيجي حبتين وياه. انت بالبداية بدون وجه مش البداية، مثلا بتخلونا البخار خليه تقريبا شبرين بعيد حتى ما يشعل وجهه، شبرين يجي خلي البعد، شبرين نص بس، ما نشيل هاي فوقات وجهه، خليه تقريبا شبر هيجي تقريبا. تمسح كل هاي العزلين. تمسحها وراها تجيب مثل ما قلنا لكم، هاي حليب خلوه هاي السنة بدون نزمة على وجه هاي الشيء. أنا بس أشعر شكرا لكم تيتشي رزق ورزق اللي فيش. شوف حبايب قلبي، شوف له مساج شوية تقريبا مدة دقيقة بزوجة حلوة. عاوز تضرب عيونه ما تضرب هاي شي، مكان اللي ما بيشعر تضربه. مدة دقيقة يعني دقيقة سوي مساج. هاي اللي هاي خاص ما يخلي الوسخ كامل على وجهه، يشيل الوسخ كله. هاي بس ما الوسخ، بس تجيب له هم الوسخ وما الدهونات، واخر شيء ما تبيض الوجه وهم الدهونات شغلات يعني في وجهك ناشف. بس حبايب قلبي 10 دقائق ربع ساعة
الشغله يغسلوا نرجع وياكم. اصلا هذا والله كما بابي من ثلاثة نعشت بس يا شباب. بس انا ما قلبي حاول لا تقترب من العين، بس انا اذا طلعت من يدي اقترب من العين. قلت ليش ذا؟ زين زين. خلاص صورت حامل. بخار الحار ما تشغلون، تشغلون بخار بارد ها. كوب بالانجليزي مكتوب بارد. ويا البارد هاي اخر شيء هاي نعناع خلوه على وجهه تقريبا ربع ساعة ويغسله. ابا قلبي هذا ما نعناع. سووا مشاركات بالقناة حتى انزلكم فيديوهات اكثر وانتم عيوني وتحياتي لكم.